وهو في تاريخ المتأخرين كثير. طبعا معروف المتأخرين زي ما قلنا انه الاول كان قليل بحكم يعني ما هدى الله هؤلاء الناس وما كانوا يرون من سمت الصالحين. وفي واحد يقول ان انا كنت اذا قعدت مع فلان ندمني، يعني خلى ان انا اندم على كل ما كنت ارتكبته، فاذا جلست الى سفيان افادني عقلا جديدا. كانوا كده الناس دلوقتي، لكن هل الناس الان كذلك؟ فيهم الخير لا ينقطع، لكن ليست الأكثرية، والأول كانت الأكثرية هي هكذا.